السلام عليكم، انا محمد حجازي وهكون معاكم النهارده علشان نتكلم عن كومباوند فيلات موجود في الشيخ زايد، موجود مباشره على وصل الدهشور، واللي بيعتبر من اكتر الكومباوندز المميزه اللي موجوده في الماركت في الوقت الحالي. وده لاربع اسباب: السبب الاول هو اللوكيشن، السبب الثاني هو الديزاين، السبب الثالث هو البرودكت ميكس، والسبب الرابع هو الاسعار والبيمنت بلانز. خليكم معانا. مشروع النهارده هو كومباوند ليك ويست، وهو عباره عن كومباوند فيلات فقط، واللي موجود في نقطه محوريه في الشيخ زايد على وصل الدهشور مباشره، واللي بيعتبر من الكومباوندز المنافسه جدا في الفتره اللي فاتت في غرب القاهره كلها. هنتكلم دلوقتي عن الديفلوبر. الديفلوبر هي شركه كايرو كابيتال للتطوير، واللي اتاسست في 2016 وبدات شغلها في الشيخ زايد بكومباوند ليك ويست، واللي حقق مبيعات كبيره جدا في مرحلته الاولى في اقل من سنه، واللي تم طرح مرحلته الثانيه دلوقتي. وكمان عندهم مشروع تاني بزايد الجديده، واللي هيتم طرحه للسوق في الشهور اللي جايه باذن الله. خلينا نتكلم دلوقتي عن اللوكيشن، واللي هياخد معانا وقت طويل شويه علشان نحاول نديله حق. وهنشرح الموقع، هيبان معانا قد ايه موقع ليك ويست فعلا موقع ذكي، وده لاسباب كتير هنشرحها دلوقتي. اول حاجه لوجود الكومباوند على اول نمره على طريق رئيسي، واللي هو وصل الدهشور، ده هيبان تاثيره معانا في نقطتين. الاولى وهي الاكسسبيليتي، او ازاي اقدر اوصل لبيتي بسهوله، والنقطه الثانيه هي الترفيه، او وصول المرافق للمنطقه اللي موجود فيها الكومباوند. والنقطة التانية دي أنا شايفها أهم بكتير من النقطة الأولى، لأن هنا هتلاقي إن وانس إن الكومباوند اتبنى، بقيت قادر أعيش حياتي اليومية، لأن المنطقة أصلاً عايشة وواصلها المرافق والخدمات اليومية كمان. خلينا نشرح إزاي نقدر نوصل للكومباوند. عندنا طرق كتير جداً توصلنا لليك ويست، هنشرح منهم 3 طرق دلوقتي. الأول مثلاً لو إحنا جايين من الزمالك أو من المهندسين، أول ما بننزل من المحور بنلاقي مدخل زايد واحد، وبيكون هايبر 1 على ايدنا اليمين ومسجد الشرطة على ايدنا الشمال. بعد كده بنلاقي مدخل التمثال او مدخل زايد 2 اللي بيدخل على اركان وعلى سعودي وكل الاماكن اللي جوه زايد. بعد كده بنقابل جامعة النيل، وبعدها بنلاقي ميدان جهينة، وهنلاقي الكوبري الجديد اللي اتعمل هناك. بعد كده بندخل من جنب الكوبري يمين، وبكده بقينا على وسط الدهشور. اول ما بندخل يمين هنلاقي مدخل زايد 3، وبعدها مدخل زايد 4 قصاد جامعة القاهرة ومحور البوليفارد. محور البوليفارد ده اللي بيوصلنا الماونتن فيو وكبر بلازا وبورت اكتوبر. بنكمل على الطريق زي ما احنا، هنلاقي مدخل 5 وبعد كده مدخل 6، واللي بتبدأ معاه صادق او بيفرلي هيلز، وهنلاقي الاستراب، وهنلاقي سعودي، وهنلاقي جولدز جيم ومجمع البنوك. كل ده مقابل ليك ويست الناحية التانية، يعني باختصار ليك ويست قصاد بيفرلي هيلز الناحية التانية على وصل الدهشور مباشرة. الطريق التاني لو احنا جايين من الدائري، هننزل على طريق الواحات عند دريم لاند، هنكمل لحد ما نوصل عند مول مصر، وبعده بنلاقي نادي وادي دجلة، بناخد اليمين اللي بعد وادي دجلة، وبكده بنكون على وصل الدهشور. معلومة سريعة، وصل الدهشور هي الرابط ما بين طريق مصر اسكندرية، محور 26 يوليو، وطريق الواحات. نرجع تاني، بعد ما دخلنا على الوصلة هنفضل مكملين لحد ما نلاقي ميدان جهينة، بعد كده هنلاقي مول العرب على ايدينا الشمال، وبعده نادي الصيد. نفضل مكملين لحد ما نوصل لمدخل 6، هنلاقي ليك ويست موجود قصاد بيفرلي هيلز الناحية التانية. الطريق التالت لو احنا جايين من على محور رود الفرج، بننزل على الصحراوي، ومنه بعدي بوابة الصحراوي، بكده بكون على وصل الدهشور. بعدها بكيلو بالظبط بيكون الكومباوند على الطريق الرئيسي على ايد اليمين. وفي طرق تانية كتير بقى لو احنا جايين من الاقليمي او جايين من الدائري الاوسطي، كل الطرق دي تقدر توصلك لليك ويست بسهولة جدا. الميزة في اننا نعيش على وصل الدهشور انها ساكنة وعايشة، لان الوصلة عليها كل الخدمات، زي هتلاقي في اول الوصلة مول مصر لازق فيه على طول نادي وادي دجلة، في نص الوصلة هتلاقي مول العرب لازق في مول العرب نادي الصيد، وفي اخر الوصلة هنلاقي سوبر ماركت سعودي وجولدز جيم ومجمع البنوك. كل الخدمات دي موجودة وشغالة. هنلاقي كمان ان الدولة مهتمة بتطوير الوصلة بشكل غير طبيعي، يعني هنلاقي 3 محطات شيل اوت لحد دلوقتي، هنلاقي ماكدونالدز ليه حوالي 4 فروع على الوصلة. وصل الدهشور من اولها لاخرها هي عبارة عن 12 كيلو، يعني لو قلنا ان احنا ماشيين على سرعة 60 يعني نخلصها في اقل من 10 دقايق.
تعالوا نشوف دلوقتي المسافات بين الكومباوند واللاند ماركس اللي موجودة حوالينا. هنلاقي انه من الكومباوند لمول العرب او لنادي الصيد اقل من 5 دقايق. لو حبينا نروح لمول مصر او النادي وادي دجلة اللي هو اخر نقطة موجودة على وصل الدهشور بالظبط 10 دقايق نكون هناك. ده كده بالنسبة للوكيشن بتاع الكومباوند. اللي موجود على الشاشة دلوقتي ده فيديو من ارض الكومباوند. انا كده واقف على ارض المشروع اللي قصادنا الناحية التانية ده الستراب، والطريق اللي احنا شايفينه قدامنا ده وصل الدهشور. لو كملنا مع العربيات كده على طول هنبقى في اتجاه نادي الصيد ومول العرب، وبعدهم مول مصر ونادي وادي دجله. لو اخدت اول يوتيرن ورجعت خطوتين تبقى على الصحراوي، فعلا هو موقع ذكي. كمان الكومباوند على الاسفلت على طول، ودي ميزه مش هنلاقيها موجوده في اي كومباوند على الوصل لحد دلوقتي. وكمان هو اول كومباوند واخد قرار وزاري حتى وقتنا هذا. عامه الناس مفضله المنطقه دي لان هي ساكنه وعايشه، وكمان لان النقطه دي هي نقطه تقاطع للي رايح القريه الذكيه واللي معدي المحور الضبعه واللي طالع على الدائري الاوسطي الجديد. كل الناس دي لازم تعدي من هنا. خلونا دلوقتي نشرح الماستر بلان بتاعه الكومباوند. في البدايه اللي رسم الماستر بلان هو الاستشاري الهندسي دكتور محمد شندي، وهو اللي رسم الماستر بلان بتاعه فوكا باي اللي موجوده في الساحل، وماستر بلان سوان ليك حسن علام اللي موجوده على المحور قدام جامعه النيل. دي الماستر بلان بتاع الكومباوند بالكامل. الطريق اللي تحت ده هو وصل الدهشور. عمق المشروع من اول نقطه لاخر نقطه 780 متر، بواجهه على الطريق 250 متر. الكومباوند كله 43 فدان. الكومباوند موجود على اول نمر على الاسفلت، وهو اول كومباوند ياخد قرار وزاري من الدوله. الكومباوند متقسم على مرحلتين، المرحله الاولى وهي الجزء الاول اللي بره على الطريق واللي على مساحه 23 فدان، واللي اتباعه بالكامل في اقل من سنه. بعد كده هنلاقي القطعه الثانيه دي واللي على مساحه 20 فدان، هي المرحله الثانيه واللي فيها المتاح حاليا. نسبة المباني طبقا للقرار الوزاري هي 15% بس، ودي تعتبر اقل نسب المباني اللي موجودة في الشيخ زايد كلها. عرض الطرق الداخلية اللي موجودة جوه الكومباوند كلها 15 متر وكلها هتكون انترلوك. اقل مسافة بين الفيلا واللي قصادها بتكون 33 متر وبتوصل لحد 170 متر. تعالوا نشوف دلوقتي الحدود بتاعت الارض. على اليمين هنلاقي في طريق اسمه طريق زايد الجديدة 2. الطريق ده دلوقتي 30 متر بس هو مخطط ليه يكون 50 متر، وده اللي هيوصلنا لزايد الجديدة ومطار سفنكس والدائري الأوسطي وكل الكومباوندز الجديدة اللي موجودة في زايد الجديدة زي فاي وزي سودك وزي ذا ستيتس. في الجزء الأخضر اللي بين الكومباوند والطريق ده هيكون ستريب مول، بحيث إن سكان زايد العاديين وكمان أي حد داخل زايد الجديدة يعدي عليه. بعد كده الجزء اللي في الآخر الموازي للمرحلة التانية ده نادي رويال الفروسية، مبني على مساحة 25 فدان، وللكومباوند عامل معاهم شراكة إنه يكون الكلاب هاوس بتاع الكومباوند، وده جاهز وشغال. هنا هنشوف الماستر بلان الخاصة بالمرحلة التانية فقط. فوق هيكون في بوابة على طريق زايد الجديدة ومنه للمطار أو الدائري الأوسطي، وتحت هيكون نادي رويا، وعلى الشمال هيكون في بوابة تانية على طريق تاني بعرض 15 متر. خلونا نتكلم دلوقتي عن الخدمات. ايه هي الخدمات اللي هتبقى موجوده في ليك ويست؟ اول حاجه طبعا هيكون في امن وحراسه 24 ساعه، كاميرات مراقبه 24 ساعه، المساحات الخضراء الكبيره لان زي ما وضحنا في البدايه ان النسبه الانشائيه للمشروع 15% بس، في مسطحات مائيه بتغطي اغلب الكومباوند ودي بتكون مناظر جماليه فقط غير مخصصه للنزول، في كلاب هاوس، في حمامات سباحه، في 2 مول تجاري، واحد على وصل الدهشور مباشره والتاني هيكون على الواجهه الثانيه المرحله الثانيه. هنلاقي في تراك للمشي، في تراك للجري، غير انه في تراك للسايكلينج او ركوب العجل. هنشوف دلوقتي البرودكت ماكس او الوحدات الموجوده جوه ليك ويست. الميزه الحلوه جدا في الوحدات اللي موجوده في ليك ويست ان اقل مساحه في الكومباوند فيها 6 غرف، واللي لو دورنا في الماركت كله علشان نجيب نفس التقسيمه دي هندفع ما لا يقل عن 7-8 مليون جنيه. الوحدات المتاحه دلوقتي عباره عن تاون هاوسز، ودي البلوك بيكون عباره عن 4 فيلات، 2 كورنر على الاطراف و2 ميدل في النص، ودي بيكون فيها مساحتين، الاولى 265 متر مباني والثانيه 285 متر مباني، والجاردن بتوصل لحد 300 متر. تاني نوع هو الستاند الون فيلا، واللي مساحه المباني فيها بتبدا من 285 متر وبتوصل معانا لحد 338 متر مباني، والجاردن فيها بتوصل معانا لحد 400 متر. اخر حاجه هنختم فيها في فيديو النهارده هي الاسعار وطرق الدفع ومواعيد الاستلام. الاسعار في ليك ويست بتبدا معانا من 3.5 مليون. طرق السداد في اكتر من طريقه سداد، وهي من غير مقدم والباقي
الباقي أقساط على 6 سنين أو 7% مقدم والباقي أقساط على 7 سنين أو 10% مقدم والباقي أقساط على 8 سنين. ومعاد الاستلام بيكون بعد 3 سنين من تاريخ التعاقد، وبيكون في عندنا وديعة صيانة بيكون بقيمة 5% من توتال تمن الوحدة. وبكده نكون خلصنا مشروع النهاردة، وكعادة كل فيديو ندوس سبسكرايب علشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة، ولو اي حد عنده اي استفسار يقدر يكلمني على الرقم اللي موجود على الشاشة دلوقتي او يقدر يتواصل معايا على الواتساب في اي وقت. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.